السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني في قناة عرب هاكس. اليوم هنقدم لكم إن شاء الله كيفية صنع فقاسة للكتاكيت بطريقة احترافية. درس اليوم هيكون عن كيفية تفقيس بيض، أي نوع من البيض بقى، بيض الدجاج، بيض السمان، حتى لو عايز بيض النعام مفيش مشكلة. فالنهاردة إن شاء الله هنوريكم كيفية تفقيس بيض الدجاج والسمان، وهنشوف بالتفصيل. ده جزء من الكتاكيت اللي فقست، عمر الكتكوت ده 3 ايام. هنتعلم ازاي نفقس بيض الدجاج في البيت بطريقة احترافية. هنشرح ان شاء الله كيفية صنع المفقسة من الالف الى الياء. وفي البداية يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، فالشكر موصول إلى الأستاذ أبو معاذ والأستاذ أبو أحمد، الاثنين وقفوا جنبي بصراحة ولم يبخلوا علي بالمشورة أو أي معلومة بخصوص صنع المفقسة، حتى خرجت بالشكل النهائي وكانت نسبة التفقيس 75%. دي تجربتي الأولى في المفقسة. هنشرح أساسيات عملية التفقيس وإيه هي الأخطاء اللي وقعت فيها وكيف يتم إصلاحها أو علاجها حتى لا يقع فيها أي أحد غيري. نسبة التفقيس زي ما قلت 75%. المفقسة عبارة عن رفين اتنين، كل رف يسع 30 بيضة، فبالتالي سعة المفقسة بتكون 60 بيضة. لو هتضع فيها بيض الدجاج هتسع 60 بيضة، لكن لو هتضع فيها بيض السمان ممكن اضرب 60 في 2، لان كل خانة انا عاملها ممكن تسع بيضتين من بيض السمان. انا بدأت ب60 بيضة دجاج وحصل مشكلة في موتور تقليب البيض، حصل فيه عطل واضطريت ان انا افك الفقاسة اثناء عملها، وانكسر للأسف 4 بيضات اثناء تصليح الموتور. وبعد اليوم الخامس تم فحص البيض، طلع ان فيه 3 بيضات ليس فيهم تخصيب، فأصبح 7 بيضات. وضعت مكانهم 7 بيضات بيض سمان، لأن زي ما هو معروف إن مدة تفقيس بيض الدجاج 21 يوم، بينما مدة تفقيس بيض السمان من 16 ل 18 يوم، وبيض الدجاج من 21 ل 23 يوم. أصبح عندي في المفقسة 53 بيض الدجاج و7 بيضة سمان. بعد 21 يوم بدأ البيض يفقس وخرج معايا 42 كتكوت دجاج و3 كتكوت سمان، ليصبح المجموع 45 كتكوت من إجمالي 60، لتكون النسبة 75%. هنقسم شرح المفقسة إلى فيديوهين. الفيديو الأول هنشرح فيه المفقسة وتركيبها وشكلها من الداخل. الفيديو القادم هيبقى فيديو طويل، هيكون فيه أساسيات عملية التفقيس مع كيفية تجميعها وإخراجها بشكل احترافي. تعالوا مع بعض نشوف المفقسة مما تتركب. طيب هنتكلم عن كل شيء في المفقسة بالتفصيل. في البداية أنا ما كنتش عامل عجل لها تتحرك عليه، لكن قمت بتركيب عجل بعد ما صنعتها، لسبب ان انا حبيت انقلها من مكان لمكان فيكون عملية نقلها يتم بسهولة خلال العجل، ال4 عجلات دول، لإضافة انا ضفتها. الباب الامامي زي ما انت شايف عملت له من الجانب هنا مكان للغلق. أهم قطعة في المفقسة هو الجهاز اللي بيتحكم في درجة حرارة المفقسة، وهو الجهاز هذا، وإن شاء الله هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. درجة حرارة البيض لابد أن تكون 37.5 درجة، ممكن تزداد بمقدار 2 من 10 نسبة الخطأ فقط، يعني ممكن تبقى 37.7.
فأهم حاجة في نجاح عملية التفقيس وهي درجة الحرارة 37.5. هذا الجهاز يحافظ على ثبات درجة الحرارة بتاع المفقسة. هذا الجهاز هو أيضا أنا أضفته من عندي، وهو لقياس درجة الحرارة لكي يتم المقارنة ما بين درجة الحرارة، ولكن أنا إن شاء الله هستبدله بجهاز قياس الرطوبة، وهذا أيضا جهاز قياس الرطوبة. وهنا توجد فتحة لمشاهدة البيض. هذه الفتحة لو أتيحت لي الفرصة في تنفيذ المفقسة مرة أخرى سوف أجعلها شريط صغير هنا للرف العلوي وشريط صغير هنا للرف السفلي. هذا خطأ وقعت فيه، لأن تلك الفتحة جاية في المنتصف ما بين الرفين، فلا أنت شايف الرف اللي فوق كويس ولا أنت شايف الرف اللي تحت كويس. فهي المفروض تكون فتحة مثلا ولتكن 2 سنتي بنفس هذا الطول بالأعلى واتنين سنتي بنفس هذا الطول بالأسفل. الجزء نشوف ظهر المفقسة. ظهر المفقسة ده علبة الباور سبلاي، وهنا فتحات التهوية. فتحات التهوية في الفيديو القادم إن شاء الله بالتفصيل هنشرح كل جزء وكيف تم تجميعه بمقاساته وكل شيء. مهم جدا فتحات التهوية في عملية التفقيس، لأنها بتسمح بدخول الأكسجين، لأن الكتاكيت بتتنفس وهي داخل البيضة من هنا. وأيضا هنشرح كيف تم تحوير الباور سبلاي لكي يعمل مع المفقسة. لاحظ عندك 4 مفاتيح. هذا المفتاح وهذا المفتاح من أجل التحكم في الموتور العلوي والموتور السفلي في المفقسة. هذا المفتاح لتدوير المروحة. هذا المفتاح من أجل التحكم في الجهاز اللي بيتحكم في درجة الحرارة. تعالوا نشوف المفقسة من الداخل ونفهم كيف تتركب. لاحظ عندك يوجد مصباحين اتنين، هما دول اللي بيولدوا الحرارة. كل مصباح فيهم 60 واط، وهو مصباح اشعاع حراري من المصابيح العادية. وفي هنا وصلة مع كونكتور، لاحظ، بحيث ان انا اقوم بتوصيل المصابيح واغلاقها من هنا، تحكم في توصيلها واغلاقها عشان ارفع الغطاء تماما. ويوجد هنا كليبس، الكليبس ده وظيفته السنسور بتاع الحرارة، يتم تعليقه كده بحيث يصبح معلق في منتصف سقف المفقسة بحيث يقيس درجة حرارة الهواء المنساب أثناء دوران. يبقى هذا هو الغطاء وتلك هي المصابيح زي ما انت شايف. نيجي بعد كده لجزء التدوير، وهو باستخدام موتور. البيض يجب أن يتم تقليبه كل ساعتين، الدجاجة تقوم بفعل ذلك، فلكي نحاكي فعل الدجاجة يجب أن نقوم بتدوير البيض كل ساعتين، وهو موتور مثل موجود في ريش المكيف، يقوم بتدوير ريش المكيف ببطء. هذا الموتور نفس النوعية ولكن يتم تدويره دورة كاملة كل ساعتين. هذا الموتور يأتي بجزء بلاستيكي هنا. هذا الجزء البلاستيكي لا يتحمل لو حصل أي حاجة. تلك القطعة البلاستيكية التي تأتي مع الموتور وجدت إنها انكسرت ولم تتحمل تدوير الرف، فرحت صنعت في الورشة قطعة معدنية وثبتها بمسامير، وهنشوفها إن شاء الله في الفيديو القادم كيف تم تثبيتها بقوة بحيث تتحكم في دوران الرف بكل سهولة. هذا هو رف البيض اللي أنا قمت بعمله. هنا 5 وهنا 6، 5 × 6 = 30 بيضة. وضفت هاتان القطعتان المعدنيتان من أجل تركيبها مع الموتور تدوير. وقمت بإضافة جرايات بتاعت أدراج عادية من أجل سهولة حركة الرف ذهابا وإيابا، من أجل سهولة حركة الرف ذهابا وإيابا، دورة كل ساعتين. هنا
بيتم تثبيت هذا المسمار هنا ما بين الايه، بحيث اثناء دوران الموتور دورة كاملة يتحرك الرف ذهابا وايابا مع دوران الموتور. نفس الكلام ينطبق على الرف السفلي، ايضا يوجد موتور مثل هذا بالاسفل. اما هذا الرف المعدني فهو عبارة عن جانب من الكيسة كمبيوتر قديم قمت بعمل ثقوب فيها ليتم انسياب الهواء اسفل البيضة واعلى البيضة. من اين انساب الهواء؟ فكرة المفقسة عامة، هذه المروحة تدور الهواء ليتحرك في هذا الاتجاه، ثم هنا فتحات قمت بتصميمها اسفل واعلى ليتم تحريك الهواء هنا ليصطدم بهذا الجانب ثم يدور، وهنا فتحات ايضا فبالتالي يدور الهواء الساخن على البيض في هذا الاتجاه. تلك مروحة كمبيوتر 12 فولت 1.3 امبير، هما زوج مراوح لتدوير الهواء، ولكن انا شغلت فقط مروحة واحدة، المروحة الاخرى لم اشغلها لان هذه المروحة قوية وتكفي لتدوير الهواء داخل المفقسة. بالنسبة لعملية توصيل الاسلاك ووصلها وهكذا ساشرحها بالتفصيل في الفيديو القادم، اليوم بناخد صورة عامة عن كيفية عمل المفقسة. فبالتالي المروحة بتسحب من فتحات التهوية من الخلف ايضا الهواء المحمل بالاكسجين. الخطأ الثاني الذي وقعت فيه وادى الى مقتل كتكوتين اتنين، وهي تلك الفتحات هنا اللي بيمر خلالها الهواء كانت واسعة اكثر من اللازم، فبعد ما الكتاكيت فقست كانت بتتجمع ناحية الأماكن اللي فيها دفء، والأماكن اللي فيها دفء ناحية المصابيح، فكانت بتتجمع هنا وهنا، فأحد الكتاكيت كان بيعدي راسه فاصطدمت بالمروحة السريعة، فاتنين من الكتاكيت ماتوا بسبب هذا الخطأ. فالمفروض إن أنا أغطي هذا الجزء بسلك، أعمله مفتوح تماما وأغطيه بسلك متين. اما بالنسبة للرطوبة فخلال ال 18 يوم الاولى المفروض نسبة الرطوبة تتراوح ما بين 55 الى 65%، واما في الثلاثة ايام الاخيرة من يوم 18 ليوم 21 يجب رفع رطوبة تكون من 70 الى 80%. فبكل بساطة عبارة عن وعاء بتضع فيه ماء وبتضعه تحت المصباح بيرفع الرطوبة، ويجب أن يكون الوعاء مساحة سطحه كبير حتى يتم تبخير ماء بكمية أكبر لرفع الرطوبة. فمن ضمن التطوير اللي أنا عايز أعمله فيها، عايز أعمل صاجم جلفن في تلك المساحة وأضع فيه الماء، وأضع تحت الصاج المجلفن سخان صغير يعمل على 12 فولت، بحيث إن في الفترة الأخيرة لو حبيت ارفع الرطوبة ممكن اشغل السخان الصغير يعمل عملية تدفئة بسيطة للماء، بالتالي بيرفع الرطوبة داخل المفقسة كلها. دي كانت التجربة الاولى ليا في صنع المفقسة. ان شاء الله الفيديو القادم هنشرح بالتفصيل قطعة قطعة وكيف تم تجميعها وما هي المقاسات التي استخدمتها. لو كان عندك تجربة سابقة في تفقيس بيض الدجاج ممكن تشاركنا بيها في المشاركات أسفل الفيديو. لو كان عندك أي سؤال ممكن تطرحه. إن شاء الله مشروع ممتاز جدا لأي حد عايز يعمل مفقسة للدجاج في البيت كمشروع منزلي لاستخدامه الشخصي أو للاستخدام التجاري، هيكون مشروع ناجح بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.